بغينا التسوية اللي بغينا التسوية اللي بغينا أمصازي احنا ضحايا الضحايا، جينا هذا النهار كنقوموا بواحد الوقفة أمام باب الوزارة، وحنا ضحايا نضلنا ومازال كنضلوا من 2012. رقاو الإخوان ديالنا المرسوم 2/19/504 قصانا حنايا، شي ترقى وشي باقي، حنا ما استوفيناش الشرط وما حنا مازال كنناضلو ومازال كنطالبو باش يرقيونا ان شاء الله السلم 11 كي خوتنا كما الاخوان ديالنا. نحن ضحايا النظامين 2003 1985. حنايا اللي قصنا المرسوم 2/19/504، احنا ضحايا النظامين، طبقوا علينا شروط غير قانونيه. هاد الشروط اللي هي سنوات اعتباريه، زادوا سنوات اعتباريه 4 سنوات للناس اللي توظفوا بالسلام 7 و3 سنوات اللي توظفوا بالسلام 8. الشروط النظاميه هي اللي قصاتنا، وقصونا احنا فئه ما بعد 2012. لذلك احنا كنطالبوا من الوزاره المعنيه ومن المسؤولين بالترقيه ديالنا والانصاف ديالنا، ولا نقبلوا هذا التهميش ولا نقبلوا هذا الظلم، لاننا من ضحايا النظامين ما بعد 2012. الملف ديالنا تحط ب 2012 وحنا كندافعوا على هذا الملف ديالنا، وكنا في الساحه، وبالتالي حنا تقصينا وهما رقاو شي وخلاو شي. هذا الشيء ماشي حق، وهذا الشيء ظلم في حقنا. محمد الغرامي، المنسق الوطني لضحايا النظامين 85/2003، المقصيين من الحوار الاجتماعي 25 أبريل 2019 بسبب المرسوم 2/19/504. الحوار الاجتماعي أنصف فئة ما بعد 2012 حتى 2015، في حين أقصى فئة عريضة ديال المتقاعدين شيوخ التربية اللي هما تقاعدوا قبل 2012، يعني من ابتداء من المظلومية ديال المرسوم ديال 2003. لذلك فنحن نحتج هنا أمام الوزارة الوصية على القطاع، وزارة التربية الوطنية، لنعبر عن مظلوميتنا، ومن أجل أن نطالب بالإنصاف والحقيقة لهذا الملف الذي عمار أزيد من 36 سنة. ضحايا النظامين شيوخ التربية يستحقون الترقية إلى السلم 11 كباقي زملائهم الذين سويت وضعيتهم الإدارية والمالية. نعتبر هذا الإقصاء حيف في حقنا، لذلك نطالب السيد الوزير التربية الوطنية بمراجعة هذه المظلومية وبإنصاف هذه الفئة، ترقية استثنائية، ترقية استثنائية مع جبر الضرر بدون قيد أو شرط. السيد الوزير اعترف بقبة البرلمان بأن هؤلاء ضحايا شيوخ التربية هم ضحايا النظامين 1985/2003، والذي اعتبره ملف جديد، في حين أنه ليس بملف جديد. فنحن كنا نناضل في الساحة هنا ونأخذ احتجاجات واعتصامات هنا في الرباط ابتداء من 2012، وانتظرنا حتى 2019 اللي في الحوار الاجتماعي كيتم ترقية واحد الفئة وتيحرم واحد المجموعة عريضة اللي ديال شيوخ التربية اللي هما دابا اللي هما اللي كونوا أجيال، وهما اللي النتاج ديال هادو اللي دابا في المسؤوليات وفي القرارات. لذلك نطالب بمراجعة ذاك المرسوم وتعديله لإنصاف جميع الضحايا. هنا التنسيقية الوطنية لضحايا النظامين المقصيين ما بعد 2012، وفي نفس الوقت كاين اخوان اخرين ما قبل 2012.
سبب تنظيم هذه الوقفة المطالبة بترقية شمولية لجميع الضحايا، لأن هذه الفئة هي اللي عانت في مسارها العملي وتعرضت للظلم والاضطهاد بصفة قوية وكبيرة جدا. أولا النظام الأساسي 85 منعنا متابعة الدراسة الجامعية، منعنا من التحاق بمراكز التربوية الجهوية، فجاء من بعد مذكرة مشؤومة منعت علينا التحاق بالإدارة التربوية وأعطوا الامتياز للمجازين، في حين أن الإجازة هي شهادة جامعية وليست شهادة مهنية. خذوا السلم 10 وخذوا التعويض المالي، لماذا التعويض المعنوي؟ لماذا هذه نقطة الامتياز الإدارة؟ إذا هذه الفئة تعرضت لظلم كبير في مسارها العملي.